هكذا بدا وجه باتريسيو باو المواطن التشيلي السبعيني جراء الضرب الذي تعرض له على يد ضابط شرطة وكلفه 14 غرزة على مستوى العين والرأس. واقعة الاعتداء على المسن التي رصدتها لقطات فيديو أثناء مظاهرة يوم المرأة العالمي في وسط سانتياغو العاصمة شكلت صدمة في البلاد وأدت إلى مطالبة التشيليين بتطبيق العدالة. قام أفراد من قوات الشرطة بضرب وحشي وسادي على شخص مسن في سانتياغو، كان على الأرض أعزلا ولم يكن يمثل أي تهديد، وهذا بلا شك حالة نموذجية أخرى من انتهاكات الشرطة التي كنا نتوقعها والتي ينبغي أن تعاقب عليها. وفي حين تظهر لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر شرطة مكافحة الشغب مسلحين يضربون الرجل بالهروات، ردت الشرطة بأن باو هاجم ضابطا قبل الضرب وتم اعتقاله، لكنها تحقق في القضية. يمكن ملاحظة اعتداء على ضابط الشرطة من شخص في الحادث، والاعتداء على ضابط لا يمكن تحمله على الإطلاق، وهو في الواقع جريمة يعاقب عليها القانون. ومع ذلك في خضم الوضع بالنظر إلى رد فعل الضابط عندما حاول القبض على هذا الشخص، يمكن ملاحظة أنه كان هناك استخدام مفرط للقوة. لا يكاد مسار الأحداث في تشيلي يركن للهدوء حتى يشتعل الشارع من جديد، ففي الذكرى الثانية لتولي الرئيس المحافظ سيباستيان بينيرا مهام منصبه اندلعت صدامات في سانتياغو بين الطلاب الذين دعوه إلى الاستقالة والشرطة التي واجهت المحتجين برش خراطيم المياه وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. في استمرار لموجة احتجاجية بدأت منذ أكتوبر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي، وفي ظل قلق جماعات حقوق الإنسان حيال الطريقة التي تتعامل بها قوات الأمن مع الاحتجاجات.